يعني حاجة غريبة جدا في العهود دي ان في حاكم يقدر يستقر على كرسي العرش 60 سنة. ده ما بيحصلش في الوقت ده، كان كله بيدبح كله، فما كانش ينفع. لكن ليه بقى؟ لان هو بدأ الحكم عنده 6 7 سنين، الحكم الوراثي بقى. لانه شوف لما عمك معاوية بن ابي سفيان بدأ الحكم الوراثي، استمر بقى الحكم على كده. شالوا الدولة الأموية وجت الدولة العباسية، نفس القصة. شالوا العباسية وعملوا الدولة الفاطمية، نفس القصة. عملوا الدولة الأموية في الأندلس، نفس القصة. إيه هي القصة؟ إن يجي حاكم زي ما قلت لكم قبل كده، مثلا حاكم عظيم زي هارون الرشيد، ويوسع الدولة ويوضب كل حاجة، يروح مقسمها على عياله، العيال يتخانقوا ويموتوا بعض، وبعدين عيالهم يتخانقوا ويموتوا بقى الحكم. بص يتفتت 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 لدرجة ان المستنصر ده بدأ الحكم وهو عنده 6 7 سنين. فلما بدأ وعنده 6 7 سنين، هنا بقى ام عمك المستنصر ده مع الوزير اللي معاهم، فمعرفش المستنصر يقبض على الامور خلاص، لانه طلع في حضن الام، والام هي اللي بتتحكم، بتشيل وزير وتحط وزير وتشيل حاجه بتاع صبيه، كانوا بيسموهم سلاطين تحت الخلفاء. فالدوله فكت خالص. ففي سنه 65 بقى، مع 1065، مع كل الحاجات اللي بتحصل على اطراف الدوله، حصلت مجاعه. الميه ما جاتش، النيل ما جابش ميه، الزرع ما اتعملش، ما فيش اكل. شوف من بشاعة ما حدث، أنا يكفي حكايتك، حكيت لك حكاية الكلب دي، لكن يعني في ست باعت مثلا عقد ليها ب1000 دينار، 1000 دينار ده رقم كبير جدا، لأن الدينار هو أكبر من الدرهم. فلما نقول 1000 درهم يبقوا كتير قوي، فالدينار ده، فالألف دينار ده رقم كبير قوي. فدخلت على راجل قالت له اديني يعني شوال دقيق وخد العقد اللي ب1000 دينار ده. فاداها شوال الدقيق واصطاد الراجل طيب كده، قالت شيلهولي وديهولي البيت. وهي ماشيه دخلوا عليها بتوع المجاعه، راحوا مقطعين الشوال وكل واحد خد له شوال، راحت هي كمان واخده شويه، وراحت عجنتهم وعملت شويه رغيفه كده، 3 4 رغيفه صغيرين، وراحت عند بيت المستنصر وعملت فضيحه. قالت لهم في عهد الراجل ده انا بعت عقد ب1000 دينار عملت بيه الرغيفين دول.